السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ولو عجبك الفيديو بتاعنا النهاردة يا ريت تعملي لايك للفيديو. النهاردة معانا فيديو حلو قوي قوي، معاكم سومة، والنهاردة معانا وصفة الملوخية. طبعا الملوخية مش غريبة على اي حد فينا، بس النهاردة هقول لكم شوية تكات كده بسيطة ان شاء الله هتفرق معاكم جدا في الطعم. اول حاجة كده طبعا بيبقى معايا الملوخية بتاعتي. لو حابة ان انتي تقطفيها بالطرق الحديثة فانتي هتعملي كالآتي: هتجيبي مصفى زي ما انتوا شايفين كده، وتبتدي ان انتي تمرري العود بتاع الملوخية، وتبتدي ان انتي تشديها من الناحية التانية، هتطلع الورقة بس معاكي بكل سهولة، وهيتبقى في ايدك العود بتاعها. ممكن طبعا تعملي كمية، تدخلي كذا واحدة في الاخرام ديت. طبعا فكرة سهلة وجميلة وبسيطة، بس انا بالنسبة لي هي هتاخد وقت اكتر من التقطيف، لحد لما ادخل العود في قلب الخرم اللي هو بتاع المصفى ده وقت يعني. فانا يعني في نفس الوقت ده هكون قطفت الزهرة بتاعت الملوخية من فوق وخلاص. انا حبيت ان انا اوريكم الطريقتين، بس انا بقول لكم ان الاسهل بالنسبه لي ان انا اقطفها بالطريقه العاديه جدا، لانها بالنسبه لي سهله وسريعه. لكن الموضوع بتاع التقطيف بطريقه المصفى دي بياخد وقت اكتر شويه، مش يعني على عكس الناس كلها اللي بتقول ان هو بياخد وقت اقل، لا خالص بتاخد وقت اكتر، خصوصا لما بيكون في ورقه صفراء، ورقه حاجه بتحتاجي ان انت تقطفيها الاول وبعدين تبتدي ان انت تدخلي العود وتشدي الناحيه التانيه وهكذا. فحسيته ان هو موال كبير قوي، الافضل منه التقطيف العادي الطبيعي جدا. طيب انا لما باجي اقطف عادي وطبيعي جدا بعمل ايه؟ ببتدي ان انا طبعا اشيل اي حاجه صفراء او اشيل اي حاجه دبلانه، وابتدي ان انا اخد الزهره اللي فوق كلها على بعضها، لان العرق الصغير اللي فوق دوت هو اللي بيعمل لي عرق للملوخيه عشان ما تبقاش صيصه. ودي معلومه حبيت ان انا اوصلها لكم، ان لازم تكون الوردايه بحالها متشاله من فوق واطفاها بالشكل اللي انت شايفاه ده، عشان تعمل معاكي عرق وما تبقاش صيصه منك، والناس اللي بتشتكي دايما الملوخيه بتسقط. هقطفها هتبقى معايا بالشكل ده، وهبتدي ان انا اخدها على طبعا في طبق تحت المصفى، وابتدي ان انا اشغل عليها الحنفيه، ميه غزيره جدا لان الملوخيه بتبقى شايله طينه كتيره قوي. تبتدي ان انت تملي عليها الطبق دوت مره واتنين وتلاته. انا بالنسبه لي حركه المصفى وتحتها طبق كبير، واغسل كده الملوخيه براحتي، وابتدي ان انا اشيلها هيله بيله كده اصفيها، دي بالنسبه لي اسهل كتير. شايفين بقى بتنزل كل اللي فيها ازاي، وكمان في نفس الوقت ما بقاش الملوخيه قعدت جريت مني لو حطها في طبق وابتدي ان انا اصفيها بايدي، لا كده. دي طريقه سهله، وبرده حبيت ان انا اوريها لكم. المصفى في قلب طبق كبير، تنزل كل اللي فيها وترفعي المصفى بكل الملوخيه بتاعتك مره واحده. هبتدي ان انا اسيبها لما تتصفى من ميتها خالص يا جماعه وتنشف. ممكن ان انت تطلعيها تتهوى في البلكونه، ممكن انت تحطيها تحت مروحه لغايه لما تنشف من الميه اللي فيها دي خالص. وبعد ما هنعمل الموضوع دوت وتنشف، هبتدي ان انا احط الملوخيه بتاعتي على الصينيه بتاعت الملوخيه طبعا، او اي صينيه عندك، وهبتدي ان انا ابشر عليها فصين من الثوم. طبعا الملوخيه اللي معايا دي تقريبا كيلو ملوخيه، هبتدي ان انا ابشر عليه فصين توم، لكن هم كبار الحقيقة. لو التوم بتاعك رفيع هتبتدي ان انت تبشري عليهم 5 فصوص توم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب ايه اللي هيفرق في الطعم؟ كمان قرن فلفل. قرن الفلفل دوت ممكن لو حابه شطة عادي، لو حابه يعني لو مش حابه الشطة، هو على فكرة لو حطيتي نصه مش هيفرق خالص، ومش هتحسي بتست اللي هو حراق، لكن هتحسي بتست تاني خالص، هيفرق معاكي جدا في الملوخية. بعد ما خلصت كده تقطيع الفلفل وكمان بشر الثوم، هبتدي ان انا اخرط الملوخية بالطريقة العادية جدا يا جماعة. زي ما انتوا شايفين كده بخرط الملوخية، وابتدي ان انا اخد شوية على شوية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لو حابين فكرة الكيس اعملوها، لكن انا يعني بحس برضو ان هي غلبة، ولسه دخل جوه كيس ولسه خرج من بره كيس، بحس ان انا اسهل واريح ان انا اخرطها كده بالطريقه التقليديه جدا والعاديه بتاعه زمان. بعد ما هخرطها معايا بالشكل ده، احنا مش عايزين ملوخيه ناعمه خالص،
انا عايزاها برضو يعني ايه خشنة شوية، بس برضو مش الخشونة اللي تبان، اللي هي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا هيبقى معايا شوربة على النار، مش هقدر احدد لك كمية الشوربة لان على حسب عرق الملوخية هيظبط معاكي على اني كمية. حطي كمية وخلي جنبك كمية تانية، يعني حطي كمية شوربة صغيرة وخلي جنبك كمية تانية مغلية، علشان لو حبيت ان انت تزوديها لغاية القوام اللي انت حباه. في ناس طبعا بتحب الملوخية تقيلة، في ناس بتحبها خفيفة، كل واحد وعلى راحته. هبتدي ان انا اقلب في الملوخية بتاعتي بمضرب سلك. بمضرب سلك ليه؟ علشان تعمل لي اي كلاكيع تفكها بسرعة قبل ما الملوخية تغلي. لو الملوخية غليت ولسه الكلاكيع اللي فيها ما فكتش هتغلبك جدا، وهتفضل الكلاكيع غالبا هتفضل موجودة. طيب الحركة اللي انت بتعمليها ايه دي دلوقتي يا سومة؟ انا بعمل كده بالمغرفة وبطلعها لفوق وبنزلها من قلب المغرفة علشان برضو تعمل عرق وما تبقاش صيصة. تبتدي ان انت تعمليها كذا مرة بالمغرفة كده، ترفعي المغرفة وتنزلي كده الملوخية من على بعد، لكن ما تكتريش الحركة دي علشان خاطر ما تعملش عرق تخين وتبتدي ان هي تتخن منك بعد كده جامد. كده قوامها بالنسبة لي تحفة، مش محتاجة اكتر من كده. اول لما تبتدي تقلب من الجناب هبتدي ان انا ارفعها من على النار علشان خاطر ما تصيصش وتسقط الملوخية تحت والمية بتاعتها او الشوربة تعوم على الوش. هبتدي ان انا احضر المقادير بتاعت الطشة اللي هي حوالي 7 فصوص ثوم كبار، وكمان معلقة من الملح صغيرة، وكمان معلقتين كبار من الكزبرة الناشفة المطحونة طبعا، وهبتدي ان انا ادقهم في الهون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لما ينعموا خالص. وبعدين هبتدي ان انا اجيب اي مادة دهنية انت تحبوها، لو بتحبي السياحي ليا، لو بتحبي سمنة، اللي انت تحبيه اعمليه. هبتدي ان انا اسخنها كويس قوي على النار، وبعدين هنزل عليها بالثوم بتاعي او التقلية او الدقة، او يعني على حسب طشة زي ما بتسموها. وهبتدي ان انا اقلبها على نار عالية علشان تشمي الطشة بتاعتك وتسمقه، يعني تروح عند الجيران. لازم النار تكون عالية على الطشة بتاعتك. لو عملتيها على الهادي او على نار هادية مش هتعمل ريحة اللي انت متخيلاها، ومش هتعمل الطشة بالصوت والريحة القوية زي ما بتكون النار عالية على التومة بتاعتك. يبقى لازم نعلي النار على التومة علشان خاطر تدينا طشة قوية وتكون كده ايه نفاذة. وطبعا التكات اللي انا بقول لكم عليها دي اللي بتفرق جدا 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 في الطعم. هبتدي ان انا اقلبها كده لغاية لما تديني اللون الذهبي زي ما انتم شايفين، ومهم قوي ان هي تكون ذهبي فاتح، ما تدخلش في اللون الغامق، عشان لو دخلت في اللون الغامق طعم التومة بتاعتك هيتغير وهيبقى طعمها مر جدا، وبدل الوصفة ما هي بتبقى ماشية معاكي جميلة جدا هتتحول 180 درجة وهيبقى طعمها وحش جدا بسبب التومة. فتاخدي بالك ان هي تكون لونها فاتح. خلاص كده اللون كده ظبط معايا كويس قوي. هبتدي ان انا اجيب الملوخية على طول، وطبعا تطشي فيها التومة بتاعتك بالشكل ده. طبعا الريحة عايزة اقول لكم كانت قلب الدنيا، الريحة فظيعة قوي. ممكن على فكرة لو بتحبي تابل معين او بهار معين تحبي ان انتي تستو، زي في ناس تحب القرفة، في ناس تحب الجنزبيل، في يعني على حسب التست اللي انتي بتحبيه في الملوخية ضيفيه. لكن ديت الطعم الاصلي للملوخية بدون اي اضافات يا جماعة، الكزبرة فقط هي اللي بتعمل يعني بصوا كل التست وكل الطعم، خصوصا لو كانت الملوخية نفسها كمان مسكرة وفي الموسم بتاعها. خدي بقى احلى شوربة من امهاتنا وجدتنا لما كانت الريحة بتوصل اخر الشارع. ادي كده الملوخية بتاعتي ما شاء الله، ولا هي صيصة ولا هي اي حاجة، قوامها جميل جدا، ريحتها جاية اخر الشارع. شايفين بقى لونها جميل، لونها تحفة. طبعا بتقدميها بالشكل اللي تحبيه، في اطباق، في هي الطبق الكبير بتاع الشوربه، اي حاجه ايا يكن. لو عجبكم الفيديو بتاعي النهارده ما تنسنيش لايك وشير واشتراك في القناه، وهستنى طبعا تعليقاتكم الجميله تقولي لي ايه الزياده اللي بتعملوها في الملوخيه، من باب العلم بالشيء وان احنا نفيد بعض. واخر حاجه اقولها لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.